أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذهبت إلى المدينة النبوية واعتكفت في العشر الأواخر من رمضان، وكان بجانب مني شخص من الصوفية الغلاة، فهل علي إثم في مجالسة هذا الصوفي؟ أنت في المسجد لا جالس تنبسط معه، اجلس في المسجد وللذكر والصلاة وقراءة القرآن واتركه عنك. إن قبل النصيحة تقبله تنصحه، وإلا اتركه عنك واعرض عنه.